أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في قناتي The Solitaire 369. سأتحدث في هذا الفيديو عن أجراس الريح. تنشط أجراس الريح الطاقة الإيجابية، فهي تساعد على جذب الحظ الجيد سواء في منزلك أو في مكتبك. فطرق المعدن بالمعدن يصدر ذبذبات تساعد على جذب الطاقة الإيجابية مثل جذب المال. فطرق المعدن في الفانغ شوي يرمز للمال. يستخدم أيضا جرس الهواء كعلاج صوتي. فالأصوات اللطيفة والمهدئة التي تصدر من جرس الهواء تساعد على تصحيح التأثيرات السلبية المحيطة بنا، فتعطي شعورا بالصفاء وتساعد على الشعور بالراحة والسلام. أفضل الأماكن لوضع جرس الهواء هو باب المدخل الأمامي للمنزل. يتم تعليقها عند الباب الأمامي أو البهو الرئيسي، فهو شكل من أشكال التخلص من الطاقة السلبية والحماية منها. بإمكانكم تطبيق هذا العلاج عن طريق تعليق هذا الجرس على مقبض الباب خارج باب المنزل أو باب المكتب، فهو رمز من رموز الرخاء في علم الفانغ شوي، وخصوصا في كل مرة يتم فيها فتح الباب. بإمكانكم زيادة التأثير الإيجابي عند تعليق 3 عملات صينية على مقبض الباب الداخلي، فوجود العملات في الأجراس يعمل على زيادة طاقة المال في المنزل أو في مكان العمل. عدد القضبان في أجراس الهواء يجب أن يكون 6 أو 8، وأفضل عدد هو عدد 5. أقوى اتجاه لوضع أجراس الهواء هي الجهة الشمالية الغربية، وينصح بأن يكون عدد القضبان هو عدد 6. إذا كانت أجراس الهواء مصنوعة من المعدن، فينصح بوضعها في الجهة الغربية والشمالية الغربية والشمال. إذا كانت أجراس الهواء مصنوعة من الخشب أو الخيزران، فتوضع في المنطقة الشرقية والجنوبية. إذا كانت أجراس الهواء مصنوعة من البورسلين أو الصلصال، فأفضل الأماكن لوضعها هو باتجاه الوسط أو الجنوب الغربي أو الشمال الشرقي أو الشرق والجنوب الشرقي. ويفضل أن تكون قضبان الرنين مجوفة. لا ينصح بوضع أجراس الهواء على الأشجار. لا تعلق أجراس الهواء في الأماكن التي يجلس بها الناس. لا تعلق أجراس الهواء في أماكن النوم. ولا ينصح بوضع أجراس الهواء في الأماكن التي فيها فوضى. للمزيد من المعلومات حول تنظيم طاقة المكان، بإمكانكم الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب وكتابة تعليق أسفل هذا الفيديو. لحجز استشارة خاصة أو لدعم القناة، بإمكانكم التواصل معي على الخاص. توجد روابط مفيدة في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.